رجعنا من الأخذ يوم العلم، خضمنا حدينا بس كل قلب الدم وموافقين على عائلة كبيرة، فبس كنا نزيد نقرب العائلة، نعرف ولادنا، نعرف عائلاتنا، هذا كان يزيدنا معنا لبعضنا، أقرب لنا لبعضنا. إن شاء الله العام الجاي نحضر باش عائلات جاية عندهم حق هذا الناس كانوا معش جيل، طب إن شاء الله الله مكتوب على الناس ده والعام الجاي إن شاء الله يكون أكثر ناس، إن شاء الله يكون أكثر لحمة في بغداد، وإن شاء الله كنا عددنا نشعين ونور عينينا ونخدموا على خاطرهم ونشريوا على خاطرهم وهيك يصير كده في خلق. كثير أنا اليوم حفظت اللي أنا متشرفين فيه، متشرفنا أكثر وشرفنا معاكم وليدات وإن شاء الله شكرا كل المشاكل وبدو يخدموا وكل شكرا دينا بخير وإن شاء الله ربي يوفقنا كان وفق بلادنا الكل. ومرحبا بكم وجود سيدة بابا مدرية. بدنا نقول لكم نحن فتح عليه هذا معناته بلازم معنا